انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل يتصدر للترند. حذفت صورهما وألغت متابعته على السوشيال ميديا. غادرت المنزل واصطحبت أطفالها الثلاثة. إليكم في هذه الحلقة تفاصيل انفصال الثنائي. تردد خلال الساعات الماضية أنباء انفصال الفنان تامر حسني عن زوجته المغربية بسمة بوسيل، واتضح ذلك بعدما قامت بحذف كل الصور التي جمعتهما على حسابها على السوشيال ميديا، وألغت متابعة حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام. تردد أيضاً أن بسمة غادرت المنزل بعد الخلافات الأخيرة وقامت باصطحاب أبنائها الثلاثة. ورغم كل المعلومات التي يتم تداولها حول انفصال الثنائي، لكن كل من تامر حسني وزوجته فضلا التزام الصمت، مما جعل البعض يخمن أن انفصالهما أمر حقيقي وليس مجرد شائعات. علاقة تامر حسني وبسمة بوسيل مرت بالعديد من الأزمات، من بينها إعلانها رغبتها في الانفصال بسبب الكذب بالخيانة، ونشرت بالفعل عدداً من الصور عبر خاصية ستوري تعلن فيها بدءها في إجراءات الانفصال، وأكدت أنها تعاني في هذا الزواج. احتوى تامر حسني الموقف وأكد أن زوجته أساءت فهم وتقدير الموقف، لذلك قامت بنشر هذه الكلمات. وتدخلت وقتها الفنانة أحلام وطالبت تامر باحتواء الأمر والعودة لزوجته حتى لا يكبر الموضوع بينهما، ووعدها تامر وقتها بإنهاء الخلاف في أسرع وقت. تامر حسني وبسمة بوسيل من أشهر الكابلز الفنية، ويتمتع الثنائي بشعبية وحب كبير من جمهورهم في جميع أنحاء الوطن العربي، ويحظى ظهورهما بإعجاب عدد كبير من المعجبين. تامر حسني تزوج بسمة بوسيل منذ عدة سنوات، وتميزت علاقتهما بالنجاح والاستقرار، وأنجبا أبناءهما الثلاثة خلال فترة زواجهما، واتفقا على إخفائهم عن الأضواء في الفترة الأولى من طفولتهم حتى يستمتعوا بحياة طبيعية كبقية الأطفال. لكن مؤخراً أصبح تامر حسني يرافق أسرته في حفلاته الغنائية ويظهر معهم على المسرح.